عمار الحكيم في كلمة له يطالب المواطنين أن يتحدثوا بكل حرية ومن سقف عال، ويقول لهم احجوا معلق. نتابع. أيها الأحبة، لذلك إذا أردنا أن نكون أبناء بارين لشهيد المحراب، علينا لا تأخذنا في خدمة شعبنا لومة لائم، فلا تركنوا للأقاويل وحديث اللي ما عندهم شغل، امضوا بطريقكم واحجوا معلق، فالنصر قادم بإذن الله تعالى. في إحدى المحافظات الجنوبية، وردا على دعوة الحكيم لمختلف أبناء الشعب العراقي احجوا معلق، مواطنون يقومون برمي مقر تابع للحكيم بالحجارة تحقيقا لمقولته. تابعوا جزءا من الحدث. Okay.